السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الأخوة الغالين الكرام جميعا. نبي نصور اليوم عن الستيشن 84. أنا أعشق 84 وله بحقران لل 85 فوق، بس لأني أنا فاكه جديد على وقته، هذا موتري على وقته 84 عام 1404. أنا فكيت هذا جديد ب 42,000، هذا على وقته، هذا هو. طبعا أنا حاطن صور سياراتي اللي مرت علي. الموتر هذا جميل وكان بوقته يعني عبارة عن الجيب الليكسس اليوم، يعني يعتبر فخم ذاك الوقت ذاك الزمن، وكان سعره مقارنة بالموديلات السيارات الثانية، كانت الديتسن 10 و11. الديتسن كانت أسعاره مثلا سيارة ناس الشعبيات، يعني يعني أول 10 و11 و12 وكذا. وش اسمه الهيلوكس حتى 84 عليه خصم الغمار، آخر يوم ما مشت 8.5 باعوها الغمار بدون مكيف عشان يمشونه ذاك الوقت. هذا كان ب 42,000، مبلغ فلكي مقارنة بذاك الزمن وذاك الوقت. أنا الآن عندي يمكن تقريبا 4 من نفس الموديل ذا، سيارات ما شاء الله مخزنة سيارات، هذا واحد منها ما شاء الله لا إله إلا الله تبارك الرحمن. 84 سيارة مميزة ما شاء الله، عداده 128,000، فرشه ونظافته ما شاء الله. هذا مسجل والرادو والأنت الكهرباء والمكيف. هذا زرار، هذا له قصة، زرار هذا زرار هذا له قصة سؤالف عليكم الحين. وهذا المراتب حقته، الثلاث ثمانين الدفعة الأولى جت مرتبة صغيرة وهذه طويلة، إن الفرق 83 جاء الدفعة الأولى بدون خط، الدفعة الثانية جت بخط وبدون دعسات خارجية، جت دفعة بدون الكومبريشن، الثلاث بدون الجرس، هذا جرس الحزام، هذا الجرس أو الحزام الأمامي جاء يعني مواصفات الجميع سيارات 84، يعني مواصفات مقاييس فرضت على جميع الشركات تحديد مستوى السرعة، يعني إلى هذه رمانة بلده ما شاء الله ما شاء الله. بعض السيارات تلقاها لاعبين باب الكواية ومدمرينه، هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا كان يسميه مثبت السرعة، هو شفاط ويجي هنا جاء شيء مثبت سرعة جاء هنا، بس هذا ما فيه جد دفعة فيها ولا في مجال إلا تنزل وتكبس وكبس باليد. فهذه يعني ما شاء الله، هذا إلى أغراضه وش اسمه الفرش، وما شاء الله تبارك الرحمن. والعدة حقته هنا ما شاء الله. أن القصة اللي أقولها صارت علي بالأول، الله يغفر للوالد وأمواتنا وأمواتكم ذاك الزمن، يعني أنا قلت نبي سيارة مثل هذه، يعني كانت سيارة غالية ما هي برخيصة، فالله يغفر ويرحمه اشترى من واحد من ربعه بالدوام، تو شاري جديد 83 ماشي 1000 كيلو، وأخذته منه ما كان في مكيف، أنا ما كنت أدري ولا يعني يعنيني مكيف، أبي جيب، وكان في طخ من فوق ومسمكر شيء بسيط ولكن ما أدريت. أخذت السيارة ورحت المنجد، وراح المنجد ذاك الوقت التنجيد أي كلام شغل الأولين، يقول اختر قماش، تختار قماش وهذا الثاني صورة على السريع ما شاء الله. اخترت القماش، جيت من بكرة أبى أشوف وش اللي حاصل، أثروا منزل مراتب بالأرض وجايب الباتكس وصابوا عليهن
ومعه قطعة فرشه يعني يواسي هالباتكس على المراتب، أنا والله انزعج. يشيل البلاستيك حق الوكالة ويحط عليه باتكس، جاب سفنج وفله فوقه، مجرد حط سفنج أبو سنتي هذا، وجاب قماش وبدأ يشد وشد على خياط لا تثبيت والمراتب. أنا كله بنحافظ على مراتب، راحت بالباتكس المراتب. والله أني زعلت صراحة. إيه لا، إذا جايفك الديكور هذا، الديكور كان يخلع خلع وتكسرت المشكوبيات، وإذا أبوه مثلا 12 مشكوبية صار 3-4 اللي ماسكات، فكل مطب يطيح علي، كل مطب أرجع واقدة ثبت، يعني كل شوية مشي واقف أركبه من جديد. أنا صغير ما عندي خبرة ولا، وهذاك مبلط ما هو منجد. اللي حصل راح الوقت، جاء الصيف بدأ الحر الشديد، مكيف النظر تثر حر، ما مشكلة، احنا بدينا على ما قال نتطور، بدينا ندور مكيف، لأن الناس ما يعنيهم المكيف بذاك الوقت. رحت بركب مكيف من الوكالة، قالوا لي ب7500، قلت أخذ هاي لوكس زودلف، أخذ هاي لوكس وين غالي. رحت للمعارض، الـ84 تو نازل، جيت المعارض قلت أبي 84، قالوا نبي منك فرق 15000، خصم فيه طخ من فوق بالموتر. والله ذاك صدري الحقيقي، 15 كثير كثير، يعني ذاك الوقت ذاك الزمن مقيسه كثير، يعني قيمة سيارتين. ايه المهم اللي شرينا منه الجيب راح فك واحد جديد 84، اللي هو هذا راح جابه جديد، والله انه ماشي 60 كيلو فقط عند بيته. جيت للوالد الله يغفر له، قلت ابوه ترى رفيدك جاب جيب ورا من بدله. قعدوا يتقهون الصبح بالدوام، قال يا ابو عبد الله بضاعتكم ردت اليكم. قال خير؟ قال بنعطيك مترك، ترى انا منجدينه. قال لي ما يخالف، وش الله عطى منك؟ قال الوالد له الله يغفر لهم جميع كلهم توفوا بدار الحق. قال ابوي بعطيك 2000. قال لا خليهم 3. قال ابوي سام نعطيك 3. يوم صار العصر قال ابوي روح عطوا هالموتر ذا وخذ ذاك. قسم بالله تقل فراج، تقل واحد بالسجن عطوا فراج، فرق مكيف ولا بوريحة باتكس ومشكوبيات ومتكسرات. طبعا هو اخذه وباع يدين السيارات، هو ما قعد عنده، بس انا اخذت موتر وطقت له كفرات، يمكن بينات جنوط البيض هذه، ركبت جنوط عريضه. وذاك الوقت تقول معي لكسز 22، زمن يعني كانت امكانيات الناس هو كثير الجيب، لكنه اللي يزبرقون ويحطون قليل. انا ما حطيت الا كباس ذي، كسرونا المرور الله المستعان، والجنوط العريضه البيض. فالله الدايم زمن وتاريخ لا ينسى. طبعا الالوان اشهر لون هذا، جاء لون احمر والداخل بيج، وجاء داخل ازرق، جاء داخل ازرق، اصوره لكم بعد شوي. الداخل الازرق اللي عندي جاء، انا اخذت واحد بعته هذا الجيب، واخذت جمس ذاك الوقت، بعدين اخذت صالون جديد 84، اسبوع طالع 85، فبعته على طول، ما مشت له 600 كيلو، وكان 5 غيار، ويعني داخلي أزرق، وكان في تظليل قزاز فوق، وكان جاي كفر بالون جنط 15 من الوكالة، ما أدري عاد وارد قطر ولا، لقينا بالمعرض وخذناه ذاك الأيام. الله المستعان، دنيا. طبعا هالداخل بيجي أصور لكم الآن اللي داخل الأزرق اللي جاء. طبعا هذا 88-89 نصوره بعدين، لكن هذا يختلف فيه اختلافات كثيرة، يجي وقت نذكرها إن شاء الله. طبعا هذا 88-89 نصوره بعدين، لكن هذا يختلف فيه اختلافات كثيرة. طبعا جاء السلة حقته خشب، الموديلات اللي بعده جت ألمنيوم، هذا داخل اللون الأزرق، هذا هو جاء داخل الأزرق، جاء من 84، 83 ما شفت هاللون، إذا في أنا لا أعلم ولا مر علي. وهذا ماشي 117 باسم الليفاكو، ما شاء الله ما شاء الله، بس هذا الفرق. طبعا 5 غيار جير، يعني هذاك الريوس تسحبه عليك السواق، هذا الجير زي السيرة الثانية. الله يطرح البركة للجميع. طبعا هذا موديل اللي وراء الجمس 79 و80 وتحت، هذا 79، هذا ماشي 15000 فقط، مخزن الموتر، إن شاء الله قريبا نسوي له تغطية.
بس لانه الجيبل لاند كروزر موديلاته جت حسب تختلف كعادة السيارات، انه من فترة لفترة الجيب بدأ من 51، ولكن ما بدأ ستيشن ولا بدأت السيارات هذه، كل الجيش الامريكي بدأ للناس من 55 تقريبا بدأت تطلع الستيشنات، يمكن 5 سنوات من ذاك الوقت إلى موديل 60 كل صنع أو بعد فوق 60 بالضبط أنا ما أدري. لكنه وش اللي حصل، أنه قلنا أنه أمنت بالله اللي هو 5 سنوات أو أكثر أو أقل ما صنع إلا 5000 سيارة، اللي هو من 67 وتحت 5000 سيارة كلها سنين على مستوى العالم، لأنه ما كان عليه طلب كثير ولا بعد أخذ الشهرة اللي تخلي الناس تبحث عنه. وسيارة الأولين يمكن أمريكي أغلب وأوسع وأفضل، والياباني تو داخل الساحة مثل الآن السيارة الصينية، يعني توه ما كل يرغبها، يعني يمكن الآن بدأوا يجيبون مواصفات وكذا عشان نسترغبها، لكن ذاك اليوم ما في مواصفات وكوشن عادي وكوشن اللي عنده سيارة يعني يقارن بالبعير يعني عشان الناس تشري هالسيارات. اللي حصل انه من 67 بدأ اللي هو نفس 80 اللي تو صورته الى 80، ومن 80 بدأ اللي هو من 81 الى 89 اللي هو نفس 84 اللي صورنا تو، ومن 90 إلى 97 جاء الشكل المعروف هذا، ومن 98 أيضا معروف اللي هو أمنتوا بالله إلى موديل 2007، واختلف من 2008 إلى 21، ومن موديل شو اسمه 22 تونا بدين بالإصدار الجديد. عسى الله يطول عمارنا وعماركم ويبارك لنا وإياكم بأرزاقنا وأرزاقكم، وصلوا على النبي والله يحفظ الجميع. السلام عليكم.